اوعى تنسى تفاجئني يا فاكر. الحمد لله على السلامه يا وحش. رمضان كامل اهو يا جدعان. عبد الرحمن الرجاله اهو. الله يخليك. انا عارف انت عمال تاخد الاسامي وفي الاخر ما خرجتش. عامل ايه؟ عايزين تقولوا ايه بعد الافراج؟ الحمد لله والحمد لله. وري معانا انا مصطفى. دي شخره بعد الافراج. هو احنا متوقعين كنا القرار ده تمام. القضيه من الاساس ما كانش ليها داعم او ما كانش ليها حيثيات نقدر نقول تدينا او تقول انه في حكم، فضلا عن انه حتى لو كنا تظاهرنا انا شايف ان التظاهر هو حق دستوري لكل مواطن، وشايف انه القضيه نفسها هي قضيه دوله، قضيه وطن، قضيه تراب، احنا من حقنا ان احنا نتكلم عنها. انا مبسوط على الافراج ومبروك لكل زمايلنا وربنا يا رب. هل ان في زملاء جوه من زمايلكم لسه محبوسين لحد الان ولا بالنسبه لقضيتنا احنا؟ لا بالنسبه لقضيتنا احنا اخر ناس وخرجنا الحمد لله رب العالمين. كلكم خرجتوا؟ الحمد لله. تمام. بالنسبه لقضيتنا تمام. حابب تضيف اي حاجه طيب ولا هو انا حابب اقول ان احنا ده امتداد للثوره، القضيه الكبيره هي قضيه الثوره وان احنا مكملين. هل ان انتوا هتتظاهروا تاني؟ القضيه قضيه ثوره واحنا مكملين بس. انتوا مكملين. شكرا.